طمنتي علينا وعليكم يكون الحديث في جمعتنا هذه عن فضل الصيام وثواب الصائمين، لنتعرف من خلال الحديث على ماهية الصوم وكيف يكون وما هو الثواب الجزيل الذي خبأه المولى جل وعلا للصائمين، وما هي الأمور التي يجب على الصائم اتباعها. الأحبة في الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة قد جمعت كل ما يحويه الصوم، آية صغيرة ولكنها جمعت كل ما يحويه الصيام، حيث يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يناديكم بالإيمان ويشهد المولى جل وعلا لكم بأنكم مؤمنون، شهادة عظيمة من الله جل وعلا لهذه الأمة أن يناديها ويقول لها: يا أيها الذين آمنوا. المولى جل وعلا لم نقرأ في توراة ولا في إنجيل ينادي يهوداً أو نصارى بهذه الألقاب، في معظم القرآن العظيم ينادي: يا أيها الذين آمنوا. يخلع عليكم صفة الإيمان ويناديكم بها، بيقول لكم: يا أيها الذين آمنوا. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش هذا اللفظ في التوراة ولا في الإنجيل لغير أمة غير هذه الأمة. يبقى دي نفعة عظيمة من ربنا في آية صغيرة جدا، إن ربنا بيشهد لكم بإنكم مؤمنين. دي في حد ذاتها دي هتدخلكم الجنة، مش محتاجة الكلام تاني. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى دي شهادة من ربنا بإن أنتم من أهل الجنة. الأمم السابقة فيهم هيدخل الجنة اللي آمن بعيسى وبموسى نبياً وبالله ربنا هيدخل الجنة، غير كده مخلدين في نار جهنم بالنسبة لليهود أو النصارى. وأي أمة سبقت هذه الأمة آمنت برسولها وآمنت بوحدانية الله دخل الجنة، غير كده هيدخل النار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيديكم صفة عظيمة وبيشهد لكم بيها: كتب عليكم الصيام، فرض عليكم صيام شهر رمضان كما كتب على الذين من قبلكم. ربنا كتب علينا الصيام، صوم شهر واحد بس في السنة. كتب على الأمم السابقة نفس الشهر دوة، علشان ولا يظلم ربك أحدا، ربنا ما بيظلمش حد. كتب على اليهود يصوموا الشهر دوة، وكتب على النصارى يصوموا الشهر دوة، أقرب أمتين للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لهم صوموا رمضان، صوموا الشهر دوة. اليهود غيروا وبدلوا وتكبروا ولم يصوموا شهر رمضان، ما عجبهمش الحال. النصارى غيروا وبدلوا وزادوا وأنقصوا وغيروا ميعاده ومكانه ولم يؤمنوا بشهر رمضان. يبقى الأمم السابقة ربنا اداهم شهر رمضان، خدوا شهر رمضان وصوموا، وأنا هديكم الثواب من عندي، أنا مخبيه ليكم. ما ردوش بالكلام ده. أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم خدت شهر رمضان وصامته دون تبديل أو تغيير أو زيادة أو نقصان، زي ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أطاعت الأمة نبيها وأطاعت ربها، فخبأ المولى جل وعلا ثواب الصوم إلى يوم القيامة ولم يعلم بثوابه أحد على وجه الأرض. شوفوا بقى اللي أطاع ربنا وقال لهم الأمم السابقة عصت وعصتني وما أمنتش وما صمتش رمضان، أنتوا عشان صمتوا رمضان أنا خبأت ثواب الصوم ده ليوم القيامة
وما فيش حد يعرفه ولا هيعرفه إلا في يوم القيامة. ده كلام ربنا. شوفوا الرحمة اللي ربنا اداها للأمة. طب الهدف من الصيام ده ايه؟ ايه الهدف ان احنا بنصوم رمضان؟ لعلكم تتقون. يبقى كل الصيام الثلاثين يوم دول علشان نتعلم التقوى، علشان نتعلم ازاي نرجع لربنا، علشان نتعلم ازاي تكون عبادة ربنا، علشان نتعلم ازاي نحب ربنا. ولو عملنا ده كله الارض كلها هتبقى مليانة بالخير. لذلك تعالى شوف في شهر رمضان كل تكافل اجتماعي ما بيحصلش غير في الشهر ده، قراءة قرآن، صدقات، حب، صلة رحم، كل اللي يخطر على بالك تلاقيه بيتعمل في شهر رمضان. سبحان الله. لو احنا فعلا عشنا باقي السنة زي الثلاثين يوم دول اللي ربنا قال لعلكم تتقون وتعيشوا باقي السنة زي الشهر ده، يا سلام، ده احنا كده بسم الله ما شاء الله، ده احنا لا امريكا ولا غيرها ولا اي دولة في العالم تقدر تقف قدامنا. انما احنا بنصوم شهر واحد عن كل شيء وحش، وبعد كده بنرجع بقى الامور كثيرة تاني اللي كنا قبل الصيام فيها. سبحان الله. يبقى ربنا جمع كل الشهر ده في الآية الصغيرة دي. أيوة، ادانا كل الخير فيها. ولذلك المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه يقول إن لله في أيام الدهر لنفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. إن لله في أيام الدهر لنفحات، في كده حاجات ربنا بيديها لنا صغيرة كده وبيقول لك اعملها بسرعة واعملها، مش عاوز يعني طالما ربنا قال اعمل قول حاضر واعمل على طول، ان اللي طالما ربنا قال اعرف انه في وراها خير. ألا فتعرضوا لها، اتعرضوا للنفحات دي يعني اعملوها بسرعة. يعني انت بمجرد ما المدير بتاعك في الشغل يقول لك خد اكتب لي المذكرة دي بسرعة، تجري وتروح كاتبها له اتفضل ساعة على بسرعة، ما ده امر من المدير ما تقدرش تكسره. طب اول ما ربنا يقول لك قول له حاضر يا رب واعمل على طول. المدير هيديك مكافأة في الدنيا، ربنا هيديك مكافأة في الدنيا وفي الآخرة. يبقى فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة، يمكن واحد فيكم كده ربنا يعني يقول له أنت أطعتني طب خد اللي أنت عاوزه، طب أنا هدي لك الدنيا والآخرة، طب أنا هدي لك اللي أنت عاوزه، في كل اللي أنت عاوزه هديهولك. وأعلى شيء هتاخده رضا ربنا سبحانه وتعالى، وأعلى شيء هتاخده إنك تكون مستجاب الدعوة، وأعلى شيء هتاخده إن ربنا هيرضى عنك ولا يسخط عليك أبدا. عاوز إيه تاني من ربنا؟ لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا، يعيش العمر كله في رضا وطاعة من ربنا، يعيش عمره كله وهو راضي على اللي ربنا عمله معاه. لذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر بركة فيه خير، رمضان شهر بركة فيه خير يغشيكم الله فيه فتنزل الرحمة وتحط الخطايا ويستجاب فيه الدعاء، ويستجاب فيه الدعاء. شوفوا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، رمضان شهر بركة يغشيكم الله فيه برحمته ومنته وينظر إليكم ويهبكم ما تشاءون، تنزل في هذا الشهر الرحمة من الله جل وعلا، تغفر فيه الذنوب، يستجاب فيه الدعاء، فينظر إلى تنافسكم في الخير. ربنا بينظر لكم كل واحد فيكم بيتنافس في الخير، اللي بيصلي واللي بيقرأ قرآن واللي بيطلع صدقة واللي بيزور اليتيم واللي شوف كل واحد، ربنا بينظر إلى هذا التنافس ويباهي بكم الملائكة. وربنا بيباهي بكم الملائكة
اللي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال لهم يجي ربنا يقول لهم تعالوا شوفوا عباد اللي انت قلتوا عنهم كه، تعالوا شوفوهم في رمضان بيعملوا ايه. ويباهي بكم الملائكة. ايه تاني؟ رحمة ربنا عظيمة، رحمة ربنا واسعة، الرحمة هتنزل، القلوب دي هتصفى، القلوب القاسية دي هترج، المغفرة تنزل من عند ربنا، ربنا هيباهي بكم الملائكة. وشوف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لكم ايه؟ أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. ربنا فرض عليكم الصيام بتاع شهر رمضان. وإيه تاني يا حبيبي يا رسول الله؟ تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. فيه لله فيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم فيه الخير فقد حرم. ده ربنا اداكوا نفحات عظيمة، ربنا اداكوا صيام رمضان، قيام لياليه، ليلة القدر. ربنا بيغلق فيه أبواب جهنم، بتسلسل فيه مردة الشياطين اللي هم الشياطين العتاة الكبار. ربنا سبحانه وتعالى بيغلهم بيسلسلهم. بتفتح فيه أبواب السماء للدعاء. ربنا بيقول ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وشهر يجاب فيه الدعاء. بتقول يا رب، بيقول لبيك يا عبدي. رحمة، يقول الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه أيضا، المؤمن، شوف المؤمن اللي ربنا رضى عنه في شهر رمضان، يضاعف له الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الحسنة بعشرة لحد 700 ضعف. وربنا بيضاعف لمن يشاء. يعني مش 700 بس، ده ربنا ممكن يضاعف 700 ل 700، يضاعف يعني بلا حدود. يعني ممكن تطعم جائع في رمضان أو تفطر صائم في رمضان تدخل بها أعلى مراتب الجنة وانت مش دريان. تسقي صايم شوية مية، تكسي صايم في رمضان، ولا تكسي أرملة في رمضان، ولا تكسي يتيم في رمضان بسبب الجلابية اللي جبتها له، ولا القميص ولا البنطلون، دول يمكن ربنا يرفعك بهم أعلى مراتب ما كنتش تتخيلها، وتقعد العمر كله تعبد ربنا، العبادة ملهاش لازمة، واللي عملتها دي في رمضان ربنا يرفعك بيها درجات ما كنتش تتخيلها. تحط فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات. الدرجات بتعلى يوم عن يوم. شوف رحمة ربنا بينا يا أخوانا. ويقول رب العزة جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. ريحة بق الصائم عند ربنا في آخر ساعات النهار أطيب من ريحة المسك عند ربنا. شوف اللي ربنا اداهولك جدي. اللي بيروح يحج بيدفع له السنة دي أو يدفع له النهاردة 100,000 جنيه وزيادة عقبال ما يحج ويرجع. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كهيئته يوم ولدته أمه. ده اللي بيروح يحج شوف بيدفع قديه، ويطوف ويسعى ويروح ويجي وهنا وهنا ويلف الدنيا دي كلها ويرجع له، ربنا يغفر له ما تقدم من ذنبه.
اللي هو عمله قبل كده. ده شوف ربنا اداك انتوا ايه. قال لك من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني انت زيك زي اللي راح يحج، اللي دفع له 100,000 وزياده وطاف ولبى وعمل وراح وجه وسفر وتعب، انت لو صمت رمضان ايمان واحتساب هتاخد نفس الثواب بتاعه هو. مش هو ربنا غفر له ما تقدم، وانت نفس الحكايه ربنا هيغفر لك ما تقدم. ده مش كده وبس. ومن قام ليالي رمضان، واللي بيقوم رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. ده مش كده وبس. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى من قام رمضان ومن قام ليلة القدر ومن صام رمضان، اللي بيعمل واحدة من الثلاثة دول احتساب عند ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيديله ثواب الرجل اللي تعب وحج وعمل وراح وجو. سبحان الله. ده ربنا كمان شرط للحج وما شرطش ليك انت. ده ربنا قال من حج فلم يرفث ولم يصحب، او لم يعني لم يسب ولم يشتم ولم يتطاول ولم، انما انت ما قالش رب، ده قال من صام رمضان ايمان واحتساب. ما قالكش فيها كذا وفيها كذا لا، ده قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، انما ما قالش ربنا لينا كده. ده شوف رحمه ربنا بالامه، شوف ربنا ادانا نفحات قد ايه. المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان في الجنه بابا يقال له الريان. ده احنا لينا باب وحدينا بس في الجنه، باب الجنه الثمانيه احنا لينا لها باب بتاعنا احنا، ملكنا احنا، ما فيش ام هتدخلها هي الام، ده بتاعنا احنا. شوف بقى لما واحد يقول لك ده احنا يا عم ده احنا لينا شقه في العماره دي، كان العماره كلها بتاعتك، تدخل وتطلع براحتك في العمارة، ما بتاعتك العمارة كلها. لكن لو مالكش فيها شقة ما تقدرش تيجي عند الباب، رايح فين جاي منين انت نفسك ما تقدرش. فلما يبقى ليك باب في الجنة يا اخي، يعني تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر وتسجد لله ليل ونهار، ونعلم ولادنا وبناتنا وزوجاتنا في البيت كده، نقول لهم ده احنا لينا باب، ده احنا لينا ورث. ده الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام اعطانا ورث في الجنة، ده احنا وارثين في الجنة بتاعت ربنا. ومعنى كلمة وارثين في الجنة يعني وارثين الجنة نفسها. يعني شوف الصايم ليه ثواب قد ايه عند ربنا يا اخوانا. شوف الصوم اللي النهاردة يعني عايشين في نعمة، في رحمة عظيمة. هذا الصيام اهو، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام أي رب منعت الطعام والشهوة في نهار رمضان فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعت النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. يعني ربنا ادالك كمان شفيعة اهو، خلالك الصيام شافع ليك يوم القيامة، خلالك القرآن شافع ليك يوم القيامة. شوفوا نفحات ربنا علينا قد ايه، شوفوا الخير والرحمة اللي احنا فيها قد ايه. لما سأل سيدنا معاذ وقال له يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال له لقد سألت عن عظيم، وإن الله لجعله يسير على من أراد أن ييسره عليه. ده أنت سألت عن حاجة عظيمة قوي، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تصوم رمضان وتحج البيت وتؤدي الزكاة وتؤدي الصلاة. تعبد ربنا، تقيم الصلاة، تؤدي الزكاة، تصوم، تحج، تعبد ربنا عبادة كويسة، ده اللي هيدخلك الجنة. ألا أدلك على باب الخير؟ عارف إيه هو باب الخير؟ قال له الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة اللي هتطلعها دي بتطفئ الخطيئة، ما تخليكش تعمل خطايا. ربنا بيغفر لك بسبب الصدقة، بيمحو الخطيئة دي بسبب الصدقة. شفت لما تجيب شوية مية وتكبها على النار تطفيها،
اها نفس الحكايه، الصدقه بتمحو كل الذنوب، ربنا بيمسح الخطايا والذنوب بسبب الصدقه دي، بسبب لقمه بتحطها في بق يتيم، بسبب لقمه بتفطر بيها مسكين، بسبب وجبه ب20 ولا ب25 ولا ب50 جنيه، ربنا سبحانه وتعالى بيطعمك من ثمار الجنه، بيغفر لك اللي فات، بيسامحك على اللي فات بسبب صدقه. ها زي ما انت بتسال في نفسك واكلك وشربك وعيالك وهنفطر النهارده، اسال على اليتيم والفقير، ادعو الله في السر وانت موقن به. الحمد لله رب العالمين. شوفوا رحمة ربنا لنا في الشهر العظيم ده، الشهر الفضيل، مش عاوزين يمر علينا وبس، عاوزين كل واحد فينا يمسك ايد ابوه ورجل ابوه وايد امه ورجل امه ويبوسهم ليل ونهار. عارف يعني ايه تبوس رجل امك؟ عارف يعني ايه تبوس ايد ابوك؟ عارف يعني ايه تعمل خير في ابوك وامك؟ عارف معناهم ايه عند ربنا؟ المعنى عند ربنا عظيم، المعنى عند ربنا ملوش حدود في الحسنات، رضا ربنا كله في رضاهم هم، رضا الله في رضا الوالدين. يعني انت كسبت رضا ربنا بدون ما تشعر، بدون ما تاخد بالك. لما تمسك رجل ابوك وتحب عليها، يا ريتهم يكونوا عايشين النهارده، والله لو عايشين هنقبل الاحذيه بتاعتهم مش رجليهم، هنقبل الملابس بتاعتهم مش اجسادهم، هنقبل عينيهم وايديهم ورجليهم وكل حته في جسمهم، بس سلطولهم فين؟ اللي ليه اب وام النهارده في شهر رمضان يجري عليهم، ما ياكلش لقمة غير بيهم، ما يمدش ايده في طبق غير لما هم ياكلوا قدامه. يا حاسب علشان بكرة وبعده ولاده يعملوا معاه كده، عشان بكرة وبعده ابنه ما يقدرش يمد ايده في الطبق غير لما ابوه يشبع، البنت ما تقدرش تمد ايدها في طبق غير لما تحس ان امها شبعت. نعلم ولادنا وبناتنا ازاي في رمضان نسعى على الاب والام. تليفون مش كفايه، مش كفايه تتصل بالتليفون، لا، ظروفك منعتك شغلك، يبقى بعد ما ارجع البيت واخد اجازه وارجع لهم، ارجع اترمي في حضنهم، اخدهم في حضني. يا ما شالوني وتعبوا فيا، يا ما شالوا عني قذرات، يا ما عملت امك معاك من الخير، يا ما رضعتك وصهرت على تعبك، يا ما جرى ابوك عليك وكساك وعملك راجل وسط الناس، يا ما نظفتك امك، يا ما عملت لك اكل، يا ما ابوك عرى نفسه وكساك. لازم نكافئ الناس دي، لازم الناس دي في شهر رمضان نخليهم أسياد على الأرض، لازم نوكلهم من أحسن الأكل، لازم نسقيهم من أحسن المشروب، لازم نشيلهم على الكتاف، لازم نرد جميل الأب والأم في رمضان، نرد جمال الناس اللي ليهم علينا فضل، نرد جمال الناس اللي تعبت معانا. الصدقة لما تطلعها اليتيم بتاخد عليها أجر عظيم، أمال لما بتوكل أبوك في بقه، أمال لما تاكل تمسك المعلقة وتوكل أمك بيها في بقها، أمال لما تمسك كوباية العصير وتسقى أبوك بإيدك وتسقى أمك بإيدك، شوف رضا أبوك عليك ودمعة أبوك لما تنزل وهي فرحانة بيك، ودمعة أمك لما تنزل وهي فرحانة بابنها البار وبنتها البارة دي،
واولادك وهم بيبصوا لك ويشوفوك انت بتعمل معهم كده، شوف الفرحه. عايزين رمضان يعدي علينا وابونا وامنا راضيين عننا وجيراننا راضيين عننا وقرايبنا راضيين عننا، مش عاوزين رمضان يعدي علينا هباء منثورا. عايزين نطعم كل فم محتاج، عاوزين نفرح كل حزين، عايزين نمسح دمعة كل باكي، عاوزين نبقى ايد واحدة، اللي معاه يدي اللي ما معاهش. اطعم ما تخافش، طلع للفقير واليتيم ما تخافش، هتلاقيه عند ربنا، هتلاقيه، مفيش حاجة هتضيع. اللي هيضيع اللي هتاكله وتحطه ببطنك بس، انما اللي هتطلعه بجيلك. خلي ايدك طويلة للخير، خلي ايدك طويلة في الخير. اللي مش عارف غلابة يجي نوريله الغلابة، اللي مش عارف يتامى يجي نوريله اليتامى، اللي مش عارف أرامل يجي نوريله الأرامل، اللي عاوز يطعم ناس يجي بنفسه نوريله الناس دي ويتبناها ويطعمها، اللي عاوز يعرف مكان فقراء يجي نوريله المكان وهو يتولاهم علشان ربنا اللي يتولاه. حبوا بعض وامشوا على بعض وسامحوا بعض وخلوا قلوبكم صافية. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الصائمين المقبولين. اللهم اكتبنا عندك من الصائمين المقبولين، اللهم اكتبنا عندك من القائمين المقبولين، اللهم اكتبنا عندك من القارئين لكتابك التالين له المقبولين، اللهم اكتبنا عندك من المتصدقين المقبولين، اللهم اكتبنا عندك من الباكين المقبولين، اللهم اكتبنا عندك من الذاكرين الشاكرين المقبولين، اللهم اكتبنا عندك من الذين تقبلت طاعتهم وصيامهم وقيامهم وصلاتهم يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا في يوم العرض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رضا الوالدين وارحمهما في الدنيا وفي الآخرة يا كريم. اللهم ارحمهما في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا قد أذنبنا في حقهم فسامحنا يا رب العالمين، وارزقنا صلة الأرحام يا كريم، وحافظ على جيشنا وشرطتنا وبلدنا وقيادتنا، وحافظ على مصرنا وليننا وأرضنا وسمائنا، وحافظ على شعبنا يا رب العالمين، واجعل رمضان هذا يمر علينا ونحن فيه من الطائعين المقبولين. وصلى اللهم على سيدنا محمد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله اكبر الله اكبر، قل لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، استوى تدل يرحمن ويرحمكم الله. واسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله أكبر.